بدعم من نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح وبرعاية محافظ تعز، شهدت طريق الكدح البيرين الثلاثاء ماراثون سباق بمناسبة افتتاح الطريق الذي فتح نافذة لمدينة تعز المحاصرة من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية. وانطلق السباق من بدايته بمدخل منطقة البيرين على خط الطريق إلى النقطة النهاية في منطقة الكدحة ضمن مسافة تقدر بثلاثة كيلومترات بمشاركة 130 عداء يمثلون أندية أهل تعز، الصحة، الرشيد، السهام، شباب المعافر، الشروق صنع، وشباب المصراخ، وتعاون الأصابع، وميناء المخا، وأمل الخيامي، والنمور الوازعية، ومفوضية الكشافة. وشهد الماراثون الرياضي الشبابي تنافسا قويا بين المتسابقين، نجح خلاله عداء نادي الرشيد في التتويج بالمراكز الثلاثة الأولى، حيث أحرز العداء حمود ربيع حمود المركز الأول، وجاء زميله محمد تصحيح محمد في المركز الثاني، فيما نال العداء مؤيد هاني الحداد المركز الثالث، وحل عداء نادي السهام مجدي محمود مهيوب بالمركز الرابع، وفي المركز الخامس العداء محمد أحمد حسن ممثل نادي ميناء المخا. وتخللت الفعالية عدة فقرات متنوعة وغنائية، منها عرض كشفي لمفوضية الكشافة بالمحافظة، بالإضافة إلى فقرات بالرقص الشعبي والتهامي. وعقب ختام الفعالية، قام وكيل محافظة تعز لشؤون مديريات الساحل المهندس رشاد الأكحلي والقائم بأعمال الأمانة العامة للمكتب السياسي رئيس الدائرة التنظيمية الشيخ وضاح بن بريك، ورئيس فرع المكتب السياسي بتعز الشيخ عبد السلام الدهبلي، ورئيس دائرة الشباب الشيخ إبراهيم المزلم، ومدير مكتب الشباب في المحافظة فؤاد فاضل، قاموا بتكريم الأبطال الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى بالجوائز المالية والكؤوس والميداليات، وتكريم أصحاب المراكز من الرابع إلى العاشر بميداليات ومبالغ مالية. القائم بأعمال الأمانة العامة للمكتب السياسي الشيخ وضاح بن بريك قال إن الماراثون بات تقليدا سنويا، وإسهاما من نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح لدعم الأنشطة الرياضية والشبابية في تعز. بدوره عبر مدير مكتب الشباب والرياضة في المحافظة عن جزيل الشكر لنائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح، مؤكدا أهمية مثل هذه الأنشطة. يشار إلى أن طريق الكدح البيرين أنجز برعاية طارق صالح وبدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة. بمناسبة افتتاح وتشغيل طريق كسر الحصار عن تعز البيرين الكدحة، نظم مكتب الشباب والرياضة ماراثون سباق لمسافة 3 كيلومترات شارك فيها 130 عداء يمثلون عددا من الأندية في محافظة تعز. تحول طريق الكدحة البيرين إلى أيقونة انتصار لحق الإنسان اليمني في أن يتنفس بحرية وأن يتحرك في بلاده بأمان، وأن يكسر حواجز الحصار التي فرضتها ميليشيا الحوثي على المدن والقرى والناس منذ سنوات طويلة. وفق هذا المعنى يحق لأبناء تعز اليوم أن يحتفوا بهذا الإنجاز الوطني بفعالية رياضية شبابية وثقافية كبيرة نظمها مكتب الشباب والرياضة بمحافظة تعز برعاية محافظ المحافظة نبيل شمسان ودعم نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح. في هذا المقام أعجز أن توجيه كلمات الشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاح هذه الاحتفالية، الاحتفالية التي أقيمت من أجل افتتاح طريق الكدحة وافتتاح هذا الشريان الحيوي الهام والذي يخدم الملايين من أبناء تعز، والذي يعتبر إنجاز يفوق إنجاز آخر. كلمات الشكر والتقدير قليلة بحق من أنجز هذا الطريق. وأكمل والبداية أشكر العميد طارق محمد عبد الله صالح نائب رئيس مجلس القيادة ودولة الإمارات الشقيقة التي ساهمت بدعم هذا الطريق، والشكر موصول لرئيس مجلس القيادة الدكتور رشاد العالمي ومحافظ المحافظة الأستاذ نبيل شمسان، كل هذه الأسماء ساهمت بدعم وكسر الحصار المفروض على محافظة تعز. 130 عداء وبخطى ثابتة وبحماس كبير شاركوا في ماراثون سباق لمسافة 3 كيلومتر
بمناسبة افتتاح وتشغيل الطريق الذي هيأ لتعز المحاصرة من قبل ميليشيا الحوثي نافذة للحياة. نظمنا هذا الماراثون الرياضي والكرنفال الاحتفالي احتفاء بافتتاح هذا الطريق الشريان الرئيسي أصبح لمدينة تعز. كل الشكر والتقدير لعميد الجمهورية طارق محمد عبد الله صالح، وكذلك الشكر والتقدير للشيخ محمد بن زايد على هذا المشروع الطيب والمبارك، وكل الشكر والتقدير لدولة الإمارات قيادة وشعبا على هذا المشروع الذي كسر الحصار عن مدينة تعز وأصبح المواطن التعزي ينطلق من أمام بيته إلى جميع أنحاء العالم في باصات النقل السياحي وشتى وسائل النقل. كل الشكر والتقدير لمحافظ المحافظة ولرئيس مجلس القيادة الدكتور رشاد العليمي. فرق شبابية من أندية أهل تعز والصحة والرشيد والسهام وشباب المعافر والشروق وصنة والمصراخ وتعاون الأصابح وميناء المخا وأمل الخيام ونمور الوازعية ومفوضية الكشافة، كل هؤلاء رسموا لوحة مشرقة تشبه الضوء الذي صنعه طريق كسر الحصار في قلوب اليمنيين وأبناء تعز على وجه التحديد. من منطقة البيرين إلى نقطة النهاية في منطقة الكدحة ولمسافة 3 كيلومترات انطلق الماراثون الذي شهد تنافسا قويا أفضى إلى إحراز عدائي نادي الرشيد حمود ربيع ومحمد محمد ومؤيد الحداد المراكز 3 الأولى على التوالي، وفي حين حل نادي السهام بلاعبه مجدي مهيوب في المركز 4 حصل العداء محمد حسن من نادي الميناء على المركز 5. ولم يكن ذلك هو كل شيء، فضمن برنامج الاحتفاء بطريق كسر الحصار عن تعز قدم شباب مفوضية الكشافة عرضا شبابيا أنيقا يليق بالمناسبة وبروح الشباب التي تجعل اليمنيين أكثر تمسكا بالحياة. أما الفنون الشعبية فقد منحت المشهد لونا كرنفاليا ساحرا تجسد في رقصات وإيقاعات من فلكلور اليمنيين في تعز وتهامة. في هذا الصباح المشرق الذي تلألأ فيه شبابنا من تعز وأمام هذا النجاح الشبابي المنقطع النظير وبناء على توجيهات الأخ القائد طارق محمد عبد الله صالح نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، نعلن من هنا أن هذا الماراثون هو ماراثون سنوي سيقام كل سنة تكريما لهذا النجاح، تكريما للقائمين، تكريما لهؤلاء الشباب الذين أخرجوا هذا الماراثون بهذا الشكل. تجدر الإشارة إلى أن هذا الماراثون الذي تحول إلى كرنفال شبابي قد حظي بحضور مميز ولافت، فوكيل المحافظة لشؤون مديريات الساحل رشاد الأكحلي والقائم بأعمال الأمانة العامة للمكتب السياسي الشيخ وضاح بن بريك ورئيس فرع المكتب السياسي بتعز الشيخ عبد السلام الدهبلي ورئيس دائرة الشباب بالمكتب السياسي إبراهيم المزلم والمهندس فؤاد فاضل مدير مكتب الشباب بالمحافظة إضافة إلى عدد من المسؤولين والرياضيين ومنتسبي الحركة الكشفية، كل هؤلاء كانوا هناك يمدون الشباب بالحكمة ويأخذون منهم الحماس والإرادة ويكرمون الفرق الفائزة في ماراثون طريق الكدحة البيرين طريق الحياة الذي تم تنفيذه على مدى 1.5 عام برعاية العميد طارق صالح وتمويل دولة الإمارات العربية المتحدة.